عدنا مشاهدينا والعود أحمد، ولقاؤنا بكم يتجدد بتجدد هذا المعرض العريق، معرض سيلا، معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 26. بيعت من بين الشهور نوفمبر ورفعت منه لصوت شعب منبرا. إنه شهر المواقف، شهر البطولة. سنتحدث اليوم نوفمبريا، سنتحدث وطنا ووطنية بحضور أصحاب الشأن والرأي. نستقبل الآن سوية الدكتور عمار طالب، نقول له أهلا وسهلا ومرحبا بك في أقلام سيلا. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أنا سعيد أن أستجيب لدعوتكم لهذه الندوة النوفمبرية. نعم. لأنها ثورة عظيمة لم تكتب كما ينبغي إلى يومنا هذا، وهي من الثورات العالمية، لا تقل عن الثورات التي وقعت في أوروبا. نعم. وغيرها بدأها شباب. نعم، كل هذا سنتحدث عنه الآن. نعم. في هذا اللقاء الخاص سيدي عمار الطالبي، أنت جئت للمشاركة هنا في منتدى أو في ندوة من ندوات الصالون الجزائري الدولي للكتاب، في ندوة لتكريم المفكر أب الفكر الجزائري مالك بن نبي. اليوم الساعة 10 وما بعدها أقيمت ندوة. نعم. حول فكر مالك بن نبي بمناسبة الذكرى 50 لوفاته، وهو من الذين كانوا يكافحون من أجل حرية هذا البلاد وهذا الوطن، ومن أجل ترقية الشعب الجزائري وتهيئة الظروف التي تؤهله لأن يدخل الحضارة من جديد ويخرج من التخلف ومن حكم الاستعمار، وقد عانى ما عانى في حياته الفكرية من مراقبة الشرطة والمخابرات الفرنسية وغيرها، وكان دائما يشكو من هذه المتابعة منذ شبابه. لما كانت ثورة عبد الكريم الخطابي كتب منشور وهو شاب وعلقه في الليل في مسجد تأييدا لثورة عبد الكريم الخطابي في 1924. ثم لما ذهب طالبا إلى باريس شارك في اتحاد طلبة شمال إفريقيا، طلبة تونس والجزائر والمغرب، وألقى محاضرة، هو انتخب أن يكون رئيس وتنازل لمحمد الفاسي، قام بمحاضرة سماها لماذا نحن مسلمون، وبعد هذه المحاضرة دعته الشرطة وحققت معه، يعني أدخل نفسه ربما في قوقعة الجدل. نعم، كوطني وكمسلم. فأخذت المخابرات المصرية الفرنسية تتابعه وتراقبه، وكذلك المستشرق الفرنسي ماسينيون وهو مستشار فني للحكومة الاستعمارية فيما وراء البحار، وهو يحاول أن يؤثر على طبرة شمال إفريقيا وأن يدخلهم المسيحية، ونجح في إدخال أحدهم وهو عبد الجليل، أصبح مسيحيا. ولذلك كان يتابع مالك النبي ويضيق عليه ومنعه من دخول المدرسة التي كان يشرف عليها وهي المدرسة الاستشراقية. يعني وجد ربما مالك بن نبي له فكر ربما حضاري أكثر، نهضوي. نعم. توعوي، وجده مرتبط بأمته وثقافته والدفاع عن ذلك، ولهذا هم لا يريدون ذلك، يريدون أن ينسلخ الشباب الذي يأتي إلى فرنسا، أن ينسلخ من جلده ومن أمته وأن يذوب في الحضارة الفرنسية ثقافة وفكر ودين أيضا. ولذلك كان أيضا ملك بن نبي يفند القابلية للاستعمار بحد ذاته. نعم، هو لماذا؟ لأنه شعر في كل يوم بما يحدثه الاستعمار من مكر وضغط
وتحكم وإذلال الشعب الجزائري ومحاولة تذويبه في الثقافة الغربية الفرنسوية، وذلك يدافع عن وطنه وعن ثقافته وعن الأمة، وهذا لا يساعد الاستعمار. وهو يرى أن مكر الاستعمار مكر شيطاني، أي حركة أي فكرة يبدو له أنها تخرج عن نطاقه وسيطرته يحاربها. نعم، خصوصا ربما الفكر والأدب، خصوصا كل هذه الأشياء التي تحاول ربما النهضة بالأمة الجزائرية في ذلك الوقت. ربما الكثير من الجزائريين وحتى العرب يجهلون تاريخ هذا المفكر العظيم مالك بن نبي. ربما لو نتحدث قليلا عن بطولات مالك بن نبي التي لم تكتب وتوثق لحد الساعة. هو عقب الحرب العالمية الثانية سجن هو وزوجته، لأن رئيس بلدية الدرو في خارج باريس اتهمه بأنه يتعامل النازيين الألمان لما احتلوا فرنسا. نعم. وفي الحقيقة تبين أنه بريء، لفقت له التهمة. نعم، وسجن هو وزوجته، ثم حاكموه عدة مرات، وأخيرا حكموا ببراءته، ولذلك فإنه بقي يراقب دائما. حتى لما انتقل إلى مصر في عام 56 كانت المخابرات تتابعه، يعني كان تحت ربما أعين المخابرات. نعم، وفي في مصر كانت مجلة اسمها روز اليوسف قابلته في مقابلة إعلامية، فانتشر في الأوساط الثقافية المصرية بفكره وكتبه، ولذلك كانت له أتباع وإنصار في البلاد المصرية، وكان له محبون ومعجبون من رجال الدولة نفسها مثل كمال حسين والشافعي. نعم. والبقوري حسين البقوري، فكان يعجبون. حتى جمال عبد الناصر عبر له عن أنه قرأ كتبه. نعم. ولذلك رغم أنه في مصر في بلد في ثقافة وفي حضارة، لكن هناك تيار ماركسي يمثله علي صبري كان يضايق وينفر من مالك بن نبي، ومع ذلك هو كان جريء وكان شجاعا يقول رأيه، ولم يكن متحمسا للقومية لأنه كان يدعو للعالمية وللإنسانية ككل الإسلامي وللعالمية وإلى حضارة عالمية. نعم، فعلا يشترك فيها جميع الأمم. ولذلك ربما على ذكر هذا، يعني أنت هنا سيد عمار طالبي تقول أنه السيد مالك الله يرحمه مفكر الجزائريين مالك بن نبي كان يدعو إلى الحضارة العالمية، ربما لذلك كان سهل لربما العديد من الحضارات العالمية أن تبني ربما نهضتها من خلال كتب هذا المفكر. من أهم الكتب التي بين فيها فكرته كتاب فكرة الإفريقية الآسيوية، جمع إفريقيا مع آسيا، فقال الحضارة تبدأ من هؤلاء من إفريقيا والآسيوية ثم العالمية. مثلا البريد. نعم. عنصر عالمي ترسل لأي بلد يصل. اليونسكو منظمة تابعة للأمم المتحدة ثقافية تجمع ثقافة جميع الأمم، ولهذا فهو يرى أن المستقبل هو مستقبل تكوين حضارة عالمية. اليوم وأنت ترى العالم كأنه قرية واحدة إعلامية كما يقول الإعلاميون، ولكن مع الأسف الشديد كما قال أحد الإعلاميين الإيطاليين، قال لم يحدث في العالم تضليل مثل تضليل الإعلام اليوم كما ترى في الغرب، وظلل الناس فما يحدث في غزة ويخفي عليهم الحقائق ويقطع
الانترنت حتى لا يظهر. نعم، مثلا لما وقعت ربما الحرب الأوكرانية الأخيرة، الإعلام كله توجه نحو الحرب الأوكرانية، يناشد ربما العالم كله بضرورة التدخل لمنع هذه الحرب الأوكرانية أن ربما تمتد إلى أوروبا، لكن في غزة الكل ربما يسكت، كل الإعلام العالمي صامت. وأكثر من هذا، فإنهم يمدون أوكرانيين بالسلاح والأموال والاستشارة العسكرية. أما المعيار الثاني مع الإسرائيليين مع الصهيونيين، بالعكس بالنسبة للذين يحررون وطنهم ويدافعوا عنه، فهم حركة تحررية، ليس كذلك؟ أكيد. لها الحق قانونيا أن تدافع عن وطنها ولو بالسلاح، لكن اتهموهم بالإرهاب. وأما الدولة القاتلة للأطفال التي تستعمل سلاح الأمريكان وسلاح الاتحاد الأوروبي وأموال وتأييدهم السياسي، تقتل الأطفال والنساء وتهدم الديار مع أهلها، يتضامنون معها، يقول إنها تدافع عن نفسها. ولماذا لا تقولون أيضا أن الفلسطينيين يدافعون عن أنفسهم وفي أرضهم، وهذه محتل لم يكن موجود، احتل الأرض وهؤلاء يدافعون عن وطنهم، أصبحوا إرهابيين وأصبحوا يذبحون الأطفال ويقطعون رؤوسهم بالكذب والبهتان. أرأيت كيف عاملوا تلك السيدتين الإسرائيليتين والصهيونيتين؟ قالت عاملونا معاملة طيبة بالأكل، ويأتوا بالأطباء يفحصون، فكرهوا هذا الكلام وقالوا ندمنا أننا تركناها تتكلم، لأنهم لا يحبون الحقيقة. فعلا الشعوب اليوم في أوروبا وأمريكا تفطرت إلى جرائم إسرائيل. أما القادة السياسيون والنظم السياسية فهي مصر على ضلالها فعلاً، وعلى الباطل وعلى قتل الفلسطينيين يومياً. نعم. يؤيدونهم بالإعلام ويؤيدونهم بالسلاح والأموال، ويذهبون إلى البلاد العربية لتكون معهم. نعم، ونتمنى ربما الخير لهذه الأمة الفلسطينية، هي أمة عربية، ونحن دائما سيد عمار طالبي نبقى أصحاب القضايا ولسنا مساندين لهذه القضايا. عمار طالبي دكتورنا، لو ربما نتحدث أكثر عن الكتابة الثورية، كيف ترى ربما توثيق هذه الثورة المجيدة هنا في الجزائر ربما من طرف الكاتب الجزائري؟ أنا قلت لجماعة إن ما وقع في 7 أكتوبر هو بمثابة أول نوفمبر، امتداد لميثاق أول نوفمبر، لابد أن يكتب وأن يؤرخ له، وهو يوم من أيام الله، كما كان أول نوفمبر يوما من أيام الله في مجاهدة العدو، وسمي القائمون به بأنهم مجاهدون وعملهم جهاد، لأنهم يؤمنون بأن هذا الوطن لا بد أن يتحرر بعدما حاولنا بالطرق السلمية والحزبية والدعوية أن نأخذ حقوقنا، لكن لم ينفع شيء، ولم يستمع الاستعمار الفرنسي إلى شيء من ذلك كله، فاضطر هؤلاء الشباب وكلهم شباب أن يستعملوا السلاح، لأن ما أخذ بالقوة لا يسترجع طبعا بالقوة. فأعلنوا ثورتهم في أول يوم من أيام نوفمبر، وهو يوم من أيام الله، يوم الجهاد، يوم الإرادة. أنت تعلم أن الأسلحة وكثرة الجنود لا تنفع أمام الإرادة لفئة قليلة لها إرادة قوية، ما الفلبين، الفيتنام، الجزائر، هل غلبوا عدوهم بالأسلحة؟ لا. وقوة السلاح؟ بدأنا نحن في الثورة بالتخطيط ونصرة الله طبعا، وبنادق الصيد وأسلحة بقايا الحرب العالمية الثانية، كان مصطفى بن العيد يجمع ويشتري هذه الأسلحة إعدادا لهذه الثورة، والمنظمة السرية كان لها دور في جمع الأسلحة والتدريب على الفداء وعلى الثورة، ولذلك
نحن نلاحظ شيئا مهما، نعم، وهو أن أغلبهم شباب، 22 ولا 6 كلهم شباب. فعلا. قوة الشباب قوة الإرادة، ولذلك كتب الله لهم النصر بقوة إرادتهم وعزمهم، والشعب كله معهم. نعم. لكن النساء والرجال. نعم. لكن ماذا عن ربما توثيق هذه ربما هذا التاريخ، هذا الزخم التاريخي؟ مع الأسف الشديد لحد اليوم أستطيع أن أقول إنه لم تكتب الثورة الجزائرية بكامل ما قامت به من الدفاع عن الوطن من أول يوم إلى آخر يوم. كتب أغلب الكتابات من الفرنسويين ومن الإنجليز ومن الأمريكان، لكن نحن لا نرى أنها موضوعية إلا قليل. هم أصلاً مستشرقون يعني. وجهة نظرهم ونظرة المستشرق تختلف عن نظرة ربما ابن البلد أو العربي. وأنا قرأت المحاضرة التي كانت في اتفاقية إيفيان وترجمت الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاتفاقيات وكيف انتهت، لأن فرنسا كانت تريد أن تأخذ الصحراء وأن تجعل الشمال للجزائريين وتأخذ الأماكن فيها البترول وفيها التجارب النووية، ولكن المفاوضين الجزائريين أصروا على أن الوطن واحد لا يتجزأ ووحدة الشعب واحدة لا تتجزأ. نعم. ثم وصلوا إلى حل، وهو أن الجزائر تأخذ استقلالها التام جميع أجزاء البلد، ولكن فرنسا تستغل شيء ما البترول لمدة معينة فرضوا بذلك، ولكن الجزائريين أصروا بقوة على أنه لا يمكن التفريط في شبر واحد في الصحراء الجزائرية. نعم. ولا في الشمال. نعم. في شبر واحد ونجحوا في ذلك فعلا، يعني نجحوا في ذلك وحققوا ما يسمى بالوحدة الوطنية والسيادة الوطنية، وهي الجزائر تنعم ننعم كلنا فيها، الجزائر الجديدة، جزائر العزة، جزائر المجد. سيد أو الدكتور عمار طالبي، جزيل الشكر لك، أنا كنت ضيفنا في أقلام سيلة. ولا بد أن نذكر. نعم. تفضل. جهاد النساء الجزائريات. أكيد. في خشلة نفسها سيدة دخل الجنود وأهان أباها، فجاءت بفأس وضربت ذلك الضابط الذي أهان أباها. ماذا فعلوا؟ قطعوها بين سيارتين، قطعوها إلى قطعتين. هؤلاء الظلم المفسدون الذين يعتبرون أصحاب الإنسانية والديمقراطية الإنسانية فيما بينهم فقط، ومن عداهم من الشعوب الأخرى ناس حيوانات لا يستحقون الحياة. كما صرح اليهودي هذا أخيرا وزير الدفاع، قال إن الفلسطينيين حيوانات في صورة بشر، دماؤهم حلال. حاشا أن يكونوا حيوانات، هم رجال وأبطال خلقوا ليكونوا أبناء الحياة، أبناء هذه الأرض، أبناء الشمس، أبناء فلسطين. جزيل الشكر لك سيد عمار طالبي، أنا كنت ضيفنا في أقلام سيلة. شكرا جزيلا، والحقيقة أول نوفمبر يستحق أكثر تحليلا. نعم. كثيرا. نعم. وتسجيلا عظيما لمآثرها، لينقل ذلك إلى الشباب ليعلموا أن أجدادهم كانوا أبطالا مجاهدين في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. نعم. فنحن نريد من هذا الجيل الجديد أن يطلع على هذه المآثر وأن يستمر في بناء الدولة وفي بناء المجتمع وترقيته والدفاع عنه ضد أي عدوان يأتي من هؤلاء الذين يحاولون أن يؤذوا الجزائر، إما من الجنوب أو من الشمال أو من الغرب أو من الشرق. نعم. فنحن لابد أن نتجند للدفاع عن وطننا ضد أي عدوان. نعم. لأننا نحن أبناء المجاهدين،
يعني الجيل الجديد وعلى العهد نستمر. لكن وعلى أنا ذو القرنين، عشت الثورة وعشت أكيد بعدها. أنت سيد عمار مخضرم بامتياز، كان معنا واحد من أصحاب الشأن والرأي، واحد من الذين عايشوا فترات زمنية متعددة، واحد من تلامذة مالك بن نبي، واحد من أسياد ربما الفكر الجزائري، إنه عمار طالبي. فجزيل الشكر لك أنك كنت ضيفنا في أقلام سيلة. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد. أقول لكم دائما وأبدا، نحن أبناء الجزائر، أبناء الحداثة، على العهد وعلى الوعد مستمرون، وإلى اللقاء.